أفيدكم بأني قمت بالحج قبل العام الماضي، حيث جئت إلى مكة وأهلي قبل الحج بعشرة أيام. نعم. يقول أتيت إلى مكة مع أهلي في قبل الحج بعشرة أيام، وليس عندي نية للحج، ولكن في يوم عرفة بعد الظهر صار عندي النية، فسألت أحد أئمة المساجد فقالوا أحرم من مكانك هذا واخرج إلى عرفة، هل يجوز هذا العمل؟ نعم، هذا صحيح. إذا نويت الحج تحرم من مكانك الذي نويت منه، إن نويت في مكة تحرم من مكة، وإن نويت في منى تحرم من منى، وإن نويت في عرفة تحرم من عرفة.